عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عرضنا علينا عائلة بوراك، ماشي شوفوني مزيان. ايوا عرضنا علينا عائلة بوراك، انا وماما وبابا وخويا. دونك غادي عندهم دابا، غادي نركبو في ركبنا ديجا في المترو باش نوصلو لواحد البلاصة. دابا حنا غادي نركبو في واحد المترو ما فيهش الشيفور، تنوريو ليكم. المهم شو عندهم، ندوزو النهار واحد ستة، هما جاو عندنا في نهار ستة، حتى حنا مشينا نبداو في نهار ستة، بعدنا من زيرو. هادي هي السكة ديالك، يجي من هنا نيشان كيوقف، يعني مبرمج هوايا، ما فيه لا شيفور لا شي حاجة. شوفوني انا، ها هو جاي، شوفو ما فيش شيفور. تحط الراسه هادور، بس بس شوفو ما فيش شيفور. غيبدا غير بابا دابا غندخلو واحد الباتيسري باش ناخذ شي حاجه نديوها معنا في يدينا. هاد الدخله هنا نديوها معنا في يدينا، شوفي بعدا شنو كاين. Yol güzeldi. Bugün kad en olmaması Burak ismi çok helal Ömer. Madrili mufeze. Feyd Milad. النار طماطم باش يقي شيكو شنو شيكو ياكو ياكو شنو ريا غلط İyi ki doğdun Ömer, iyi ki doğdun Ömer. Hadi öfle. Tuttum. İşte üç oldu işte. Bir, iki, beş. İki. انا في قصة قلت لهم الصباح وانا كنصور، ما تصور والو، عرفتي نبدا في قصة، لكن ما فقدتش الامل، عاود شعلت الكاميرا من طبيعي ما كنعاودش نشعلها، كنطفي على كلشي. المهم رجعنا من عند دارهم، نعاود لكم الديسكور مال الاول بما نشوف يعني الماسك. رجعنا بهدوء كاين خدينا حلوى صغيرة، حيت كان العيد ميلاد ديال خوه الصغير فات بشي يومين تقريبا، خدينا حلوى صغيرة هكا ودرنا عليه شوف خوه الصغير ورا تا هو يفرح بزاف. شنو عاوتاني درنا، جده عطاتني هاد الزيف هدا، عطاتني انا واحد وماما واحد وجوج تقاسم دوك لي كيديرو بليدا، كياخد تقريبا شي شهر ديال الخدمة، تلت شهور على حساب يعني الواحد العمر ديالو واش كينسى ولا مكينساش. شوفو هدا
خضر توبيت انا المسؤوليه قلت له حتى دابا فوق من راسي حيت حيدت حوايجي وبغيت نعاود نركب داك سميتو الشال كان حيت كانت الشتا درت هذا زوين يطرابوني من طرابزون ايوا تحدثنا كلشي عرض علينا نخلو محطوه الماكله توصلنا الماكله هنا صافي وجيت دابا بغيت نوريكم الروتين ديالي الليلي كيف داخل وجهي الساعة ما صورت والو ما مسحت الماكياج ديالي بهذا كان بيودر ماشي بيودر ميناه وهذا كانت خدمته ماما البارح جربته حتى انا البارح عجبني وانا نجرب معكم دابا سميتو بيودر ما كيفتح اللون ماشي كيفتح اللون يعني كيفتح هاد البقع اللي ما غاديش ليك نفس اللون ديال وجهك من بعد شنو كندير كناخذ الروز نطحن هو داك اللي دايره على وجهي تبقيت الفيديو ما كيصور والو هاد الروز اللي درته خلطته هو ومواط الروز نطحن تقدر تطحنو في الدار وتاخذو جاهز ما نخلطهم هنايا على هاد الشكل درته على وجهي غسلت سناني تا هما حيت انا مثلا بالنسبه للسنان كنت قلت لكم في الفيديو اللي مشى والسنان مثلا استعملت هاد الماركه هاد مثلا هاد الشهر الشهر الجاي كنستعمل واحد اخرى حيت صحيه السنان ماشي اللي كانت قالت لي واحد الطبيبه ديال السنان المهم علينا دابا بين ما نشف نشد هادشي اللي فحنا غنقومي به يديا ما كنخلي حتى حاجه تضيع غنقومي به يديا دور التليفون باش نتاكد واش كيصور ما يكون كنهضر في الخاوي المهم غنقومو به يديا دابا غادي نشوفو ولا كاين فرق جربو يديرو بعضهم واش دي يديكم كتحسو بالفرق والطبيعي دابا نشوف ليا هدا وجهي غادي نغسلو بالماء الفاتر يعني الماء الدافئ كنجمع هدا جمع في الفيديو اللي مشى على فوق السيبشة ديال الفيديو كامل شي مشكل غادي نغسلو وجهي دابا نرجعو الفيديو اللي تفتح ليا باش نتأكد كيصور الفيديو اللي تمسح ليا وديال فاش كنغسل وجهي بالغاسول كنغسل سنان كنخلي وجهي تينشف شي شويه كنمسحو يا اما بابي جينيك يا اما بابي كويزر انا كنفضل بابي كويزر حيتاش كيكون فاش كتنشفو بيه ما كيتفرتش في الوجه هذا كنضبطو تي بيه بحال هكا كينشف ليا صافي دابا غندوزو وهاد المرحلة مهمة يا إما مورد يا إما تونيك هما كيديرو نفس الحاجة يعني كينقيو الوجه مزيان من بعد الماكياج وداكشي يا هدا يا هدا واحد فيهم لي مناسب ليكم جربو أنا دابا غادي نعيش مورد اوكي بعد ما كنحسو بين شفت كناخدو كريم ايدغاطاس و كندير ديال نيفيا بشكل دائم دير مزيان حتى درت ماسك هدا قد ايدي مضيعش خصني تزيد دوليجا المهم كان هذا هو فيديو اليوم ما نقدرش نصور لكم بزاف ضروري حيتاش كنت حتى انا اللي كنترجم حيتاش من دوني انا ما كنتمش المواصله واخا كي
تتواصل بيناتهم بالاشارات وداك الشيء. كاين داك الدفء السجاقلك يعني الدفء بيناتهم، يعني اللغه ما كتكونش حاجز الا كان الدفء. دونك صافي داكشي علاش ما صورتش لكم بزاف الدار. صافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شكرا لكم على المتابعه و نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بقاو معايا.